نحن مرشحو اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق من محافظة نينوى وفي مدينة الموصل تحديدا. قمنا اليوم بوقفة نطالب فيها الجهات المعنية، رئيس الوزراء حصرا باعتباره يعني مسؤول عن الأمر التنفيذي في البلد، إلى إعادة العمل باللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق. تم إيقاف عمل اللجنة العليا لتطوير التعليم بعد الأزمة الأمنية والاقتصادية التي مر فيها بلدنا في العام 2014. اليوم انتفت كل الأسباب التي كانت موجبة لقرار التريث، اللي من ضمنها الوضع الأمني والحرب ضد الإرهاب، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان يعاني منه البلد. اليوم هناك انفراج على جميع المستويات، المفروض يعاد العمل باللجنة العليا، وننصف نحن الذين بقينا كل هذه الفترة ننتظر الابتعاث، باعتبار أنه لدينا قرارات ضم ولدينا أوامر إدارية للسفر إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لإكمال الدراسات العليا. نطالب ونتوسم خيرا بالسيد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي لرفع التريث عن طلاب اللجنة العليا والبدء بابتعاثهم، حتى وإن كان على شكل وجبات، إلى أن إنهاء كافة الطلبة، خصوصا أن هناك العديد من الطلبة بالوجبات الخامسة والرابعة مما وصلوا إلى مراحل متقدمة ضمن الابتعاث، وحصلوا على قبولات في جامعات عالمية ووصلوا إلى التقديم على الفيزا. ومثل ما تعرفون هذه تصرف العديد من المبالغ، إضافة إلى الامتحانات الكفاءة اللغة الإنجليزية المتقدمة. لهذا لكي لا تضيع جهود الطلبة، وخصوصا أن هذه الطلبة هم